صدر الديان. عايز ايه؟ مركوش تاجر العطور مستني الابن بالاكل. نعم. بالدخول. اكيد رجع من الهند وجاب معاه احلى العطور من هناك. خليه يدخل بسرعه. اهلا اهلا بشهبندر التجار. وحشتنا يا راجل. اتفضل. بصراحه الهند دي بلد العجائب. امال انا ما رجعتش من هناك الا بعد ما اشتريت اغلى وانفس الاشياء. اهم حاجه العطور. لا من ناحيه دي ما تقلقش، انا جبت لك انضر واغلى مجموعه عطور علشان عارف ان السيد زبرجد بيفضل العطور الهنديه. وريني كده. اتفضل. يا سلام يا سلام، دي اكيد هتعجب زبرجد العظيم. بكام دي يا سيد رامبيانوس؟ احنا مش هنختلف، المهم انها هتعجب العظيم زبرجد. انا هاخد المجموعه كلها. بكام بقى يا سيدي؟ ألف دينار. ألف دينار؟ مش خسارة في زبرجد العظيم. خد يا سيدي، اتفضل. فليحيا زبرجد العظيم. بقول لك دفع ألف دينار في شوية عطور. حقيقي اللي معاه قرش ومحيره يجيب عطور لزبرجد ويطيرها. أنا خدمت في بيوت كتير وقليل، لكن عمري ما شفت الإكرام والتبجيل اللي بياخده سي زبرجد ده. على العموم سيد رانديانوس تاجر شاطر وعقل يوزن البلد، لكن عند سي زبرجد بحس إن بخل. مفيش. ألف دينار؟ ألف دينار مرة واحدة؟ أنت بتستخسري ألف دينار في زبرجد العظيم؟ لا لا ما تقولش كده، ده أنا عمري وروحي فايدة لزبرجد العظيم. بس يعني احنا عندنا ابن ومحتاج للاموال. وهي الف هتأثر في ثروتي؟ ثم يعني هي رايحة لمين؟ دي رايحة لزبرجد العظيم اللي هيحافظ على ابننا ويحميه ويحرسه ويباركه. ادي بركاتك بركاتك يا زبرجد العظيم، بركاتك. ده انت اصل الحنان. هو بس عموما سيبك من الكلام ده، قوليلي احنا ازاي هنخلي فيلوسيوس ياخد بركة زبرجد ويتقرب منه؟ هقولك، في حفلة عيد ميلاد فيلو اللي جاية نخليه يخش لحضرته البهية وينال الحظ والبركة. صح صح، أنا كده ارتحت. أبي وبعدين هي عادة. بس أنا بحس إن سيدي فيلوسيوس مختلف عن أبوه وأمه. مختلف في إيه؟ هيطلع زيهم، مخ بخ مفيش. لا انا متاكد ان هو مختلف عن ابوه وامه. ده عمره ما جاب سيره الاكرام والتبجيل لزبرجد دوت، وكل ما يجي وقت يدخل عليه بيهرب. ايوه بيهرب من اللحظه دي اكنه هيقابل الموت. طيب لما نشوفه هيعمل ايه في عيد ميلاد العاشر لما يدخلوه بالامر على زبرجد. فيلوسيوس فيلوسيوس. نعم يا امي الحبيبه. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بجمع شويه ورد يا امي. انت ناوي تقدمهم هديه لزبرجد العظيم؟ زبرجد لا، قصدي مالك يا فيلي؟ انا بصراحه بكرهه وبخاف منه. اياك اسمعك تقول كده تاني. هو في حد يكره الاله العظيم زبرجد؟ اله ازاي اله؟ ليه ما تكونش الشمس هي الاله؟ الشمس؟ انت هتكفر بزبرجد العظيم وتؤمن بالشمس اللي ممكن حته سحابه صغيره تخفيها يا فيلو؟ شوف يا حبيبي، انت بكره هتكمل 10 سنين وانا ووالدك عاملين لك حفله كبيره. بس خد بالك، اهم ما في الحفله انك هتقدم القرابين لزبرجد العظيم. ها؟ ده غير ان انت
هتقرب من بنت الامير برادس. ويدخل على الاله العظيم زبرجد ويقدم له القرابين. او فيلساوس وصل. تعال يا فيلو يا حبيبي تعال. يلا يا فيلساوس، انا اعمل لك الحفلة دي مخصوص عشان تقدم القرابين لزبرجد العظيمة. يلا يا حبيبي. يلا يا حبيبي. يلا. زبرجد بأجل العطور. يلا بقى انت بقيت راجل وكبرت، يلا خد العطر وادهن زبرجد. زبرجد رمز الحنان مربينه على الغير، امال لو كنا بنعبد مارس اله الحرب كان هيعمل ايه؟ معلش يا رمزيانوس معلش، هو بس العمليه محتاجه ان هي تيجي بالتدريج واحده واحده، وبعدين ما تستعجلش الايام جايه كتير. اسمعيني كويس، هيلوسيروس يتحرم من كل هدايا عيد ميلاده، وكمان يبات من غير عشاء. غفرانك غفرانك يا زبرجد، ده كسر قلب الأميرة دوريس. معلش اهدى اهدى. موعد لي هناك هو زي زبرجد بالظبط. الفرق لده مفيش في القفط طوق ذهب، ولا حد بيتهنه بالعطور، ولا بنأكله فطار بالعسل. ازاي زبرجد ده ممكن يكون هو الإله؟ فين الحنان اللي فيه؟ نفسي افهم. يمكن يكون في حاجة أنا مش عارفها عشان أنا لسه صغير، لكن إزاي؟ يا ما نفسي أفهم. سيدي فيلساوس، كده متأخر على السوق يا سيدي. أنا عاوز أسألك على حاجة يا سيدي. اسأل يا سيدي. هما الأولاد اللي بيعلقوا في رابطهم علامة الإعدام الرومانية دول ولاد ملوك؟ لا يا سيدي، دول سحريين، ودي الإشارة بتاعتهم اسمها
اسمع الصليب. امال ليه ما بيرضوش يلعبوني معاه؟ بس هما بيخافوا من الامبراطور ديكليديانوس عشان بيعذبهم وبيقتلهم كمان. ليه يا سكه؟ عشان بيعبدوا اله غريب يا سيدي. اله؟ اله غريب؟ تعرف عنه حاجه يا سكه؟ انا ما اعرفش غير انه اسمه المسيح بس. زبرجد مش ممكن يكون هو الاله، ولا الشمس ولا فينوس، ده تمثال حجر. امال يكون مين هو الاله؟ ونفسي اعرفه واتكلم معاه. اكيد هو اله قوي وحنين، يا نفسي يضمني ويحبني. انا لازم اعرف مين هو الاله الحي اللي خلق الشمس والطيور والناس وخلقنا انا كمان. انت فين؟ انت فين؟ عرفني انت مين؟ نفسي اعرف اسمك واعيش معاك. قول لي انت مين؟ انت فين؟ ايها الطفل الضائع الذي تريد ان تعرف الاله الحقيقي، الله هو خالق السماء والارض فالشمس والقمر والنجوم، ما هي الا مخلوقات يديه، وقد خلقها الله لكي تكون في خدمة البشر. وما دمت يا فيليثيوس تريد أن تعرفني فستعلم من أنا في هذه الليلة. أشكرك أشكرك. إيه رأيك في الضوء الجميل ده؟ الضوء ده علشاني أنا؟ علشانك؟ هو كل حاجة علشانك؟ لا طبعا، ده الزبرجد العظيم. زبرجد؟ اصلي لاحظت ان الضوء اللي عليه قدم شويه فجبت له ده. هو في الحقيقه هو ضوء حلو ويستاهل، لكن انا طمعانه بس في الضوء القديم بتاعه. مفيش مانع، وتصدقني يبقى لاقي عليكي. ده غير كمان انك لما تلبسيه هتحل عليكي بركه زبرجد، اصلي فيه ريحته. يا ترى هيجي امتى ومن فين؟ يا ترى هيشق السماء ولا هيجي من البحر؟ خلاص نعتني ايه عن السماء. من حوالي العتمه وانا بحر الحياه، لكن في قلبي شمعة مستنية الإله. من حوالي العتمة وانا بحر الحياة، لكن في قلبي شمعة واكشف عن عينيا، تعال وفك يود ايديا، تعال واكشف عن عينيا، تعال وفك يود ايديا. Thank you.
مش فاهمين بيرددوا بشفاء بيرددوا بشفاء ما تخافش يا فيلوسيوس، أنا اسمي ميخائيل، رئيس جند السماوات. أنت عايز تشوف الإله الحقيقي؟ أنا عاوز أعرف اسمه. رب المجد يسوع المسيح. المسيح، أنت حقيقي هو الإله. أنا من النهاردة هعبدك وهحبك. أنا نفسي أكون مسيح، بس إزاي؟ روح لأبونا متى وهو هيقول لك تعمل إيه عشان تكون مسيحي. سلام لك. عايز مني ايه؟ انا عاوزك ما تخافش مني. المسيح قال لنا لا تخاف. وقال ايه كمان؟ انت مالك؟ انت مش بتقبض ببرجد؟ انا من النهاردة هعبد المسيح وعاوز منك خدمة. قول يا ريتك تقديني عند ابونا مات. ابونا مات تخاف؟ انت تعرف ابونا مات مين؟ لو بتحب المسيح بس توديني. لو ده مش فارقنا تعالى معايا. هو ده بقى ابونا متى، تحب اعرفك عليه؟ شكرا يا بطرس، انا هروح لوحدي. سلام يا بطرس. سلام. النعمه يا ابني. عايز حاجه؟ انا عاوز ابقى مسيح. عايز تعرف المسيح؟ بتدور على خلاص نفسك؟ طباك يا ابني. انت اسمك ايه؟ اسمي فيليسيوس. فيليسيوس؟ طب احكي لي يا فيليسيوس عن حكايتك. وانت تحكي لي كل حاجه عن المسيح. اتفقنا. وعلشان كده يا فيليسيوس يا ابني جه السيد المسيح متجسد من القديسه العذراء مريم علشان يفدينا، وهو مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا. وبكده يا فيليسيوس يا ابني نكون كملنا دراسه الكتاب المقدس. تعبتك خالص يا استاذ ابونا. احنا بقالنا اكتر من 10 شهور وانت بتقرالي وتفهمني وتشرحلي وحفظتني كل الكتاب المقدس. يا ابني هي دي رساله خادم المسيح، مش هو قال لنا اذهبوا الى جميع الامم وبشروهم وعمدوهم؟ وبعدين يا فيليسيوس يا ابني ده انت اللي جيتني. بشكرك جدا يا استاذ ابونا لانك فتحت عيني على الطريق الصالح وقربتني من المسيح. اشكر المسيح يا فيليسيوس يا ابني اللي اظهر لك مجده. ولا كل كلام الدنيا يقدر يوصف محبه ربي والهي ليا. انا عاوز اطلب منك طلب يا سيبونا. اطلب يا حبيبي. انا نفسي اتعمد. تاخد الاله بتاعك معاك في كل مكان تروح فيه. السنه اللي فاتت يوم عيد ميلاد الامير فيلو شرحت لك الفكره. وبعد مرور سنه اؤكد لك انها فكره عظيمه جدا، ولو تاخد بالك انها مربحه. مربحه ازاي؟ اقول لك ازاي. مره كنت رايح السوق اشتري شويه بضايع، فحب التجار يحلفوا بالاله. طبعا ما كانش فيه اله غير بتاعي انا، فطلعوا حواليه ويحلفوا بيه. قلت لهم لا، اللي يحلف بالاله بتاعي يدفع دينار. يوميها لميت 100 دينار. 100 دينار؟ مش بقول لك انها فكره مربحه. يا ريت تبقى شجاع ما فاضش.
ربي وإلهي ومخلص نفسي يسوع المسيح. يا من أشرقت علي بنور معرفتك وهديتني إليك، أعطيني القوة والشجاعة لكي أكشف كذب هذا الشيطان وليعرف والدي عن ذمتك وينجون من فخ إبليس للأبد. آمين. المهم احنا السنة دي مش هنقبل أي عذر من أمير تينو، لازم يقرب لزبرجة. وأنا مستعد يا خيزر. قولي أعمل إيه يا ولدي؟ أنت هتاخد من العطر وتدهن زبرجة العظيم، وبعدين تاخد شوية بخور وتحطهم في النار. أدي مبروك يا سيد رانديانوس. أيوة كده، خليني ارفع راسي. يلا بينا نروح المعبد. باسم ربنا يا يسوع، انت الاله الذي اسجد له. لا لا، ابعد عني الصليب، انا ما استحقش ان انا اسجد لك. شديد مع الشيطان، لكن لما انت صليت وتشفعت لينا خرج لنا من هناك شخص جميل قوي وحنين كمان. يا ريتنا كنا نعرفه من زمان. بشكر السيد المسيح لانه اعطاكم فرصه جديده للحياه لكي تكون لكم توبه. ماشي شويه ماشي شوية يا عم فارس. دهدي مالي ماشي على خطوتك؟ قال انت متأكد يا عم ويصر ان اللي عمل الوليمة دي السيد رانديانوس نفسه؟ ايوه يا عم فارس، هي دي اول مرة الراجل من بعد ما بقى مسيحي
وهو بيصوم ويصلي ويوكلنا كل يوم. ربنا يكتر في ناس الطيبين، ما هو لما بيكتروا الولايم بتكتر واحنا بناكل ونشبع. ايوه صحيح يا عم فلت. ادعي لابن فلوساوس، ده هو البركه الحقيقيه. ادعي له؟ طيب بس اما اشوف. هو فل مش ممكن ابدا. يعني انهم بعد ما مات قاموا؟ ايوه عم فات بنويس اتصلى وقام على طول. طب قولي كمان، هو فلوساوس دي موجود هنا دلوقتي يعني؟ ايوه موجود طول طول. طب بقول لك ما تقوم تعرفني عليه، انا من كتر كلامك عنه اشتقت اشوفه دلوقتي. كل 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 دلوقتي. اكل ايه؟ بقول لك قوم، وانت همك على بطنك ولا هو يعني ابو بلاش كتر منه؟ قوم يا راجل هم معاك. ده مستعان. قوم بقول لك هم معاك. قوم قوم يا راجل، قوم هم بين. خد بيدي، خد بيدي، خد بيدي، خد بيدي يا حمويص. عم فلتس عاوزك يا سيد فلوسيوس. امرني يا عم فلتس. اني عاوزك تصلي لي يا ابن ناس الطيبين، وانا عارف ان ربنا هيسمع صلاتك، لانه قال لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. يا عم فلتس كلنا محتاجين صلوات القديسين. طب ادعي لي يا ابني وانا راضي بدعوتك. ربنا يكون معاك وينور لك طريقك. دعوة حكيم ما يقولها غير ولد صالح. ربنا معاك يا ابني. يلا بينا يلا من عم فلتس، الطريق طويل والليل داخل. يلا ليل، الليل انا عايش فيه من اول ما رايت الدنيا. ليل ليل يا عم فلتس، خد بيدك. يلا Thank you.
لوسيوس يا ابني، انا عايز اقول لك كلمتين مهمين جدا. قول يا سابونا، كل الكلام اللي انت بتقوله بيتحفر جوه قلبي. انا خايف عليك يا ابني، العدو الخير يضربك بسهم الكبرياء والمجد الباطل. كفايه سنين عمري اللي قضيتهم في جهلي وخطيتي. اتركهم بشيء يا رب، اشفي مرضي يا رب، وارفع عنه يا رب الام المرض. يا رب يسوع المسيح، اشكرك يا رب، اشكرك لان احنا عارفينك، واشكرك لانك انقذتنا من الجهل اللي احنا كنا فيه. يا رب ليا طلب واحد عندك، انك تشفيني ونجيني من مرض الهوى فيه. اللي يعزيك يا فلساوس يا ابني ان والدك راح السنة بعد ما اتعرف على المسيح وتاب عن خطاياه، وهو دلوقتي بقى في حضنه. اللي مصبرني لو سيبونا لرب المجد يسوع المسيح، اتحنن ورجعه لطريق الصلح. هو دلوقتي بقى في حضنه. المهم دلوقتي والدتك عاملة ايه؟ والدتي تعبانة خالص يا ابو نمت، تعرف صدمة موت والدي كانت شديدة عليها قوي. ما تقلقش عليها يا فلساوس يا ابني، ربنا موجود. ودي اختي هتعمل ايه لوحدها بعد ما جوزها ما مات؟ يعني هتغلب؟ كفايه العز اللي جوزها سايبهولها. كنوز الدنيا كلها ما تعوضش الواحده مننا عن دخلة جوزها عليها. عندك حق يا اختي، الراجل برضه بيشيل عن الست حمل كبير. وكمان ابنها لسه صغير ومحتاج من يربيه وياخد بايده. عايزين الحق، الست دي صعبانة عليا. قراصي يا اختي العجين قراصي، عايزين نلحق نقراصه قبل ما الشمس ما تغيب. خلص كل من يا رب، اجعلني يا رب متمسكا باسمك يا رب وبصليبك. اذكر امامك يا رب نفس ابي يا رب، اجعله يا رب في ملكوتك يا رب مع قدسيك. اشفي والدتي يا رب، وارفع عنها الام المرض يا رب، لتكن مشيئتك يا رب. انا عارف ان الصدمه كبيره قوي، الوالد ما كملش شهر. وبعدين الوالد لا يكون موتا لعبيد المسيح، بل هو انتقال. ودينا بنشوف اللي بيموتوا كل يوم على ايد الرومان الاف والاف. هم عاملين ايه دلوقتي يا عمويصة؟ عمالين يحرقوا في المسيحيين ويهدموا في الكنائس. ده ابن دارس ما بيشبعش من قتلهم. الالاف بيموتوا كل يوم يا ابني، رهبان وكهنة وأساقفة، عذارى ويتامى وأرامل، حتى الأطفال. الرومان دول ما عندهمش رحمة. بذور لازم تموت عشان تبقى أشجار، والمسيح لنا في العالم هيكون لكم ضيق، ولكم سكون. أنا قد غلبت العالم. على فكرة فليسيوس، أنت عارف إنهم قبضوا على أبونا متى؟ أبونا متى؟ أنت بتقول له ليه يا عم ويسا؟ ما هو لازم يعرف يا عم فلتة. أنا عاوز أنصحك بحاجة، يا ريت يعني وأنت خارج بلاش بالصليب. أنت بتقول إيه يا عم ميس؟ تنفيذ كلام المسيح؟ من ينكرني قدام الناس وانكره أمام ملائكة أبي في السماوات. عم ميس خايف عليك يا ابني. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. أوعى تقول كده تاني يا عم ميس. الحقونا 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 الحقونا.
ايه ده؟ انت مسيحي؟ ايوه انا مسيحي. وكمان بتعترف؟ ايوه. هاتوه. نتسلى ايه بس؟ احنا مدينة الامبراطور وهو يتسلى بيه زي ما هو عايز. انت شايف كده؟ خلاص نوديه للامبراطور. يلا ظهر عليك عجزتي خلاص. ايه في ايه؟ ايه؟ انا مش قلت محدش يدخل عليا وانا مع الساحرة؟ تسلية جديدة يا مولاي. تسلية جديدة؟ ليه؟ انتوا خلاص خلصتوا على كل المسيحيين اللي في البلد عايزين تتسلوا تسلية جديدة؟ يا مولاي الموضوع منه فيه. منه فيه؟ اه منه فيه. يعني ايه بقى منه فيه؟ طفل مسيحي اسمه فوليسيوس بيتحداك. بيتحداني؟ العفو يا مولاي، هو اللي بيقول انه بيتحداك وبيتحدى الامبراطورية. بيتحداني؟ بيتحدى الامبراطورية؟ تخيل، ده لو مخلوق من النار ما يقدرش يقولها. بيتحداني؟ وصلت بيه الجرأة انه يتحداني. هاتوه. شفت ده اللي بيحصل؟ ايه يا استفادة؟ ايه يا استفادة؟ ما تقعدي في حتة عشان اعرف اشوفك واتكلم معاكي. شفت ده اللي بيحصل؟ حتة عيل بيتحداني. وانت هتاخد على كلام العيال يا مولاي. كلام عيال يا استفادة؟ ايوه ده عيل يا مولاي، يعني تغمله حتة لحمة، تديله كيس دنانير، يسجد لك على طول. على طول؟ ايوه. انا الامبراطور دقلديانوس امبراطور روما، عيل يتحداني على اخر الزمن؟ على رأيك اهي تسلية. ده عيل صغير. اسمك ايه؟ اسمي فيلوسيوس. اسم جميل. مشكلتك ايه بقى؟ عشان انا هنا بحل مشاكل الرعية بتاعت الامبراطورية كلها. المشكلة مش فيا ولا في المسيحيين، المشكلة في القلوب العالية
اللي بتسيب الاله الحقيقي تعبد اله من حجر. ايه الوقاحه دي يا ولد؟ احنا اللي بنعبد اله مصر عمي، وانتوا اللي بتعبدوا المصلوب. ما فتحين المسيح انتصر على الموت بالقيامه. اسمع يا ابني، اكبر منك واتخن منك واكتر منك في الايمان، رقبتهم طارت. اسمع بقى، اسجد بقى لابو اللون، وان ما عجبكش اسجد لفينس اهي زي القمر. ايه رايك؟ انا لا اسجد للسيد يسوع المسيح. بيقولك لا يسجد الا سيد يسوع المسيح. الولد ده مسحور. المسيحيون لا يضلون بالسحر، هم ابناء النور. لا ده انت غلباوي قوي. بقولك ايه يا استفاله، انت تديني السم بتاعك اللي بيهري المصارين عشان نتفرج عليه ونتسلى بيه شويه. يلا. حاضر، امرك يا مولاي. يلا انت. حصلت يعني؟ ايه يا ابني؟ يا استفالة يلا موت موت موت. انت بتهزري معايا ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ انت حطيتيني سم؟ حطيت قدامك، حطيت اهو. الظاهر ان انا غلطت. ايوه غلطت، حطيت من القارورة التانية. فعلا انا غلطت، والدليل اهو. مفيش حاجة. تفال تفال. استفالة، انت عايز تفهمني ان السحر بتاعك اقوى من ساحرة الامبراطورية؟ خدوه خدوه على السجن واجلدوه ألف جلدة. يلا. استفال،
لا لا مش انا اللي بينزف دم، انا قلبي فرحان مفهوش هم، عرفت طريق يسوع الميزان الغم، لا بكا ولا جرح عين. لا لا مش انا اللي بينزف دم، انا قلبي فرحان مفهوش هم، عرفت طريق يسوع الميزان الغم، لا بكا ولا جرح عين. خايف انا من العذاب، روحي بتمجد ربي فوق السحاب، لا مش خايف انا من العذاب، روحي بتمجد ربي فوق السحاب، ولا عمري في يوم هسيب حضن الآب مهما الشيطان ضم. على كفه بإصرار ومالي قلبي بالإيمان، ومالي قلبي بالإيمان. يسوع فرد إيديك إليك لأقويك وأعزيك في جميع أتعابك، هتشجع ولا تخف لأن الرب معك. بقول لك إيه، أنا عملت حسابي وجبت الشوالة عشان واحنا بنلف البوسة ما نشمش ريحة العقل. كويسة فكرة الشوالة دي علشان نجيب لحمه في حاجة. Yeah.
وجيت من كل العذاب اللي انت شفته؟ طبعا المصابع العجائب. ممكن المسيح تخلينا من البلد وهل سمحنا على خطايانا اللي عملناها؟ يعني الساحرة استفالة ماتت والحراس والمساجين اللي كانوا في السجن أمرت بإعدام. انت ايه؟ ايه حقيقتك؟ انا مسيحي وهفضل مسيحي، ودي اكبر حقيقة انت مش قادر تصدقها. كده؟ هاتولي حنش عندك تضربه قلم تنزل صف اسنانه وما يديش منطق نهائي. يلا تقول يا محب الله، أنا معك، لا تخف، يقول الرب لك. لو هو الخير يبقى طلع وين يقوم يجي. ايه ده؟ اسمع، افتحوا عليه باب الزنزانة، ولو كان لسه حي ده لو دخلوا عليه شوية من المساجين، ها ماشي، يمكن يقدروا يأثروا عليه ويكسروا دماغه النشف، وبكده يسجد للآلهة ويبخر. يلا أمر مولاي. إيه رأيك؟ واحدة
بتقول اشهر سفاح في روما اعلن توبته وبقى مسيحي؟ ده اللي حصل. هي ليلى بات في رسائل معاه في السجن خلى كل المساجين مسيحيين. اقتل كل المساجين وهات الولاد ده هنا وهات الولاد ده هنا. لأنك مش هتقدر تستحمل العذاب، هتجيني وهتروح المعبد وتسجد للآلهة وتبخر. تعال يا فيلو تعال. أول ما نروح المعبد مرحبا بمولاي الإمبراطور المعظم. المعبد اتشرف بيك يا مولاي. أنا جايب لكم شاب قوي شجاع، كان كافر والنهارده اهتدى للآلهة بتاعتنا وهيسجد ويبخر. كان لازم يهتدي يا مولاي بعد كل اللي شاف. يلا يلا يا فيلو اسجد وبخر للآلهة بتاعتنا. بتستعمل معايا السحر الاسود؟ طيب انا حوريك الوان العذاب اللي في الدنيا كلها اللي عمرك ما شفتها. قتلنا كم واحد لغايه دلوقتي؟ 747 واحد يا مولاي. بس كل ده علشان طفل؟ بعد ما المعبد ما تهدم كلهم اعلنوا ايمانهم بالمسيح. المسيح المسيح. هو انا كل ما افتكر ان انا انتصرت على المسيح الاقي نفسي مهزوم. يا مولاي ما نقدر نخلص. غبي لسه لسه لو هو رب يسوع المسيح رب الكل. اشكرك يا رب اشكرك يا رب لاني عرفتني طريقك يا رب وجعلتني اعرف كثيرين بك. صدقني فيك يا رب لاخر يوم في عمري. كلمني
انت مستشاري الخاص وانا عاوز اعرف رايك في الولد فيليسيوس، اعمل معاه ايه؟ مولاي العظيم دفلديانوس، بسبب الولد ده المدينه كلها عايشه في قلق واضطراب. انا عارف ان المدينه كلها عايشه في قلق واضطراب، بس ما حدش يقول لي اقتله. خلاص زود في تعذيبه. جربت كل الوان التعذيب، ابتكر لي انت حاجه جديده. قول اغري يا مولاي، اغري اغري ومات نجرب. شوف انا مش هلاقي احسن منك، شاب جميل وقوي وذكي واثبتت قدرة فائقة، مش هلاقي احسن منك عشان اخليك مستشاري الخاص، وهجوزك اجمل اميرات المملكة، لا 10 اميرات من اجمل اميرات المملكة، وهحط تحت ايدك كتيبة من 1000 جندي تعمل فيهم اللي انت عايزه، تؤمر فتطاع، يعني مال وجاه وسلطان واميرات. قلت ايه؟ ماذا انتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لا لا لا، انا مش عاوزك ترد عليا دلوقتي، فكر على مهلك وبعدين رد عليا، رد بكره او بعده او الاسبوع الجاي، ها؟ عشان اخليهم يفكوا القيود بتاعتك. يلا خدوه، فرجوه على القصور والكتيبة والاميرات. يلا يلا روح. الممتلكات دي كلها هتكون ملكك، فرصة ولا في الخيال، اوعى تضيعها من ايدك. من يضع نفسه من اجلي يجدها، المسيح علمنا كده. والقصور في بيت ابي منازل كثيرة، والاميرات جمالك عاشق السطح الذي يبذل قبل ان يقطع، والكتيبة دولة 1000 جندي. من أراد أن يكون أولاً فليكن خادماً للكل. إيه رأيك؟ شفت بقى القصور والجواري والأميرات، الجاه والمال والسلطان، إيه رأيك؟ هتبخر بقى للآلهة؟ لأن ربي وعدني بالملكوت وكلام الروح وحياة. اسمع انت مفيش فايدة منك ابدا. اسمع يا ولد، انا ما بتعبش ابدا، في الاف والاف غيرك من المسيحيين عذبتهم لحد الموت، وفي الاخر هم فين؟ اخذوا كليل في السماء. قم يا حبيبي وامضي واظهر نفسك للملك، وسوف تنال إكليل الشهادة وتفوز بالحياة الأبدية في ملكوت السماوات، وسوف أكرم اسمك في كل مكان تبنى كنيسة على اسمك فيه. واعلم يا فيليثيوس أن كل من يدعوني باسمك وهو في شدة فإني أستجيب له وأخلصه من أجل شفاعتك. سلام يكون معك.
انا حجان، انا حجان. انت ايه، انت ايه يا اخي؟ انا كل ما اتحرك قبر وابعت اجيب جثتك عشان ادفنك فيه الاقيك لسه حي. لا لا لا، ده سحر، سحر اسود. سلمت نفسك للشيطان ومش عاوز تفتح قلبك للنور. كل العجائب اللي صنعها ربي قدامك وشفتها قبل كده بعينيك مع شهداء كتير عذبتهم، نسيبها للسهل عشان تفضل في ضلالك. عنادك وقسوة قلبك هما دول القبر اللي انت حفرته لنفسك. لا انا خلاص زهقت منكم، من كل المسيحيين. انتوا ايه؟ ها؟ خلاص الايمان بقى بدمكم؟ المسيح خاتم على ارواحكم بحيث انكم مش شايفين حد تاني غيره؟ انا امبراطور روما، امبراطور دقلديان، امبراطور روما وسيد العالم. عايز زي ما يناجمنيش الليل؟ لا الليل لازم انام. يا حراس اضربوه بالحراس لحد ما يموت، لحد ما يموت. يا رب فادك